بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم الزول، بينفوني على شان ميليسا كاهينا. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفة حلوة، يعني للقهوة. هذه الحلوة اقتصادية تريز ايكونوميك وسهلة، والاهم من كل هذا انها بريزونتابل. انا هنا عندي 3 حبات بيض وصفار بيضة، دونك 3 اوف اونتي اي ان جون دو لو بلون دوف، هذاك البياطة البيضاء حطيته دو كوتي، راح نشوفو من بعد ان شاء الله. الوغ عندي كاس اللي حبيتو تكيلو به زيت، ان فيغ دويل، ان فيغ دو سكر، عندي لافاني، وعندي خميرة دو ساشي تاع لا ليفر شيميك، وعندنا لافارين اكيد رايحين نطنبو بها. نبداو بسم الله. الحاجه الاولى هنا كيما راكم تشوفوا، ندير البيض لا بينسي دو سيل، قرصه تاع الملح مهمه بزاف. نكسر البيض تاعي هكا جوست كاسي لي زو، ونزيد لهم لو سكر. هنا كيما حبيتوا، تحبوا تخدموا بالباتير، تحبوا تخدموا بالبيترا، ولا تحبوا تخدموا بيدكم. نزيد عليهم الكاس تاع الزيت لو فير دويل. هنا المهم انكم الكاس اللي تكيلو به السكر هو نفسه اللي تكيلو به الزيت. هم شويه تاع لافاني، ودركا نبدا نحط لافارين. هنا الوصفه هذه فيها يعني لافارين عين كاميزه، لكن انا حنحاول يعني نعاونكم بنفس الكاس اللي كيهلت به. راح نقول لكم ابوبخي شحال يسقام لي الفارينه، يعني اللي تحب كيل كيما قلت لكم بعينها ساهل، والا هذا الكاس الثالث. قبل ما نبدا نحرك الفرينه، نحط لها لي دو ساشي دو لوفور، هذا لو شيميك ولا خمير الحلوه. نبدا نلم ونشوف كما قلت لكم. هنا درت هنا 3 كيسان، نحط رابع قدامي باش نشوف. كي سيغ سيتي حنزيد الرابع، هادي حاجة باينة. هنا راني نشوف بلي حنزيد شوية الفرينة. فوالا، دونك هنا عندي 4 كيسان ونص تاع الفرينة. Donc 4 verres et demi ou la 4 mesures et demi, la même mesure qu'il te verra, ta la farine, j'ai comme agina soit soit. يعني انا d'habitude نخدم بعيني يا ميزاني، لكن اليوم هاني كيلتها معاكم مباشرة باش نعطيكم لي ميزور اكزاكت. فوالا، تحصل على هاد العجينة. ايسونسيال نقدر نرفدها من لو ريسيبيون تاعي. انا نشعل لو فور على 180 دوغري، نشعلو الفرن تاعنا، نيطوي شويه لو بلون دو ترافاي باش نبدا نخدم معاكم هاد الحلوه الهايله. الوغ هنا هاي لك العجينة بعد ما لميتها، كيما تشوفوا هاي لك تجي طريه، ما تجيش يعني ما تنشفوهاش بزاف. استعملوا دائما لاكوبات باش تقدروا ترفدوها. الوغ هنا عندي شويه تاع كاوكاو حمصتو دابور ورحيتو هكذا، ودخلوه يعني بالقشور تاعو. على طول تشوفوا شحال نخدموا به. المهم هنا نحي هكا حفنه، نفتح مليح العجينه وندردر هكا، ونعاود نغلق باش يعني نخلط لاباط تاعي. تعطيكم انغو هايل لاباط، يعني ديروه هنا على فا ما ديروهش من قبل، وتحاولوا انكم ما تعجنوش العجينه، يعني جيست برك تلموها عجينه الصابلي، يعني ما تتعجنش هكذا غير هكا برك طموها. فوالا، ودركا راح نقسم لاباط تاعي. هنا اللي عندها ميزان ولا ديري عينك يا ميزانك، ديري هكا لي بتيت بول قدم هكا ابوبخي حوالي 30 غرام كما قلت لكم. اللي عندها ميزان تستعملو، والا ديري كامل عينك هي ميزانك. راح نشكل كامل هاد الكريات ونرجع لكم. توجور يدكم بالكاوكاو، ماشي اشاك فوا لازم تنقيو، نو لانه علاش؟ لانه رايحه ماذا بينا لاباط تكون عامره بالكاوكاو. هاي لك نزيد نفتح حبيبه واحده اخرى حربوش كيما هكا، ونرمدو في البلون دوف في بياض البيض،
ومنها ديريكتومون نزيد نرمدو في الكاوكاو المرحي. بنينه بزاف هاد الحلوه، بريزونطابل كما قلت لكم وسهله بزاف. هايلك هايلك كيفاش تجي. نزيد حبه واحده اخرى قدامكم ونكمل الخدمه توجور بيدينا بالكاوكاو كما قلت لكم. نزيد نمسح العجينه، نمسحها بهاد البقايا تاع الكاوكاو باش تجينا بنينه بزاف. نفتح شويه توجور نخدم في هاد البلاصه يعني فوق هذاك الكاوكاو، نرمد في البياض، نزيد نرمد في الكاوكاو المرحي. فوالا هايلك، ونستفهم كامل في السنيوه. كراهي واجده حطيتها في سنيوه، ندخلوها الكوشه نطيبوها على 180 درجه كل وحده والفوق تاعها كيفاش. المهم ماهوش حيطول، نتلاقاو من بعد ان شاء الله. كان راهي واجده، خرجتها من الفوق هايلك، يعني دركا راهي مازالها سخونه، نخلوها تبرد شويه بيت نرفد هكا باش تشوفوا يعني حتى من تحتها كيفاش طيب. هايلك كيفاش طيب، لازم تجي حمراء. هو ما ياخدش الوقت بزاف، لما تشوفوه نشوف من تحتها، هبطوه لتحتها وشعلوا له لو فوق من الفوق باش ياخد يعني جوست اون ليجير دورور. يا ربي دقيقه طفوا عليه. دركا نخلوه يبرد شويه وندوزوا الخطوه الاخيره. الخطوه الاخيره هايلك، هنايا عندي كسرونه ندير فيها شويه عسل، نجريه يعني بالمزهر. لازم هنا العسيله تاعنا تكون خفيفه كما راكم تشوفوا، ما لازمش تكون يعني ثقيله، جوست خفيفه، جوست ما ندخل الحبيبه تاعي ونخرجها راح تشرب العسيله باش الكاطو تاعنا يجينا مشمخ، يجينا مشرب ويجي هايل. هلا نزيد حبيبه واحده اخرى. هكذا هنا اذا كان الكاطو تاعكم سخون العسيله تكون بارده، والعكس اذا كان برد الكاطو العسيله تكون سخونه. فوالا نكملهم كامل، نتلاقاو في طبق تقديم ان شاء الله. راهي واجده كيما راكم تشوفوا، حلوه ما شاء الله، حلوه يعني سهله خفيفه بريزونطابل. نقدموها مع القهوه، انا هنا هايلك حبيبه خليتها باش تشوفوها، شوفوها يعني تجي طريه وتجي خفيفه وبنينه. هذه حبيبه ما راهيش مشربه، والحبيبات اللي شربناهم بالعسيله تاعنا هاملك ها كيفاش تجي. كل واحد هنا يدخل الذوق تاعو، كاين يحبها تكون مشربه، كاين يحبها يعني كوم غاتو سيك. هنا كل واحد والذوق تاعو، اللي ما يحبهاش مشربه يخليها بلا ما يشربها. كانت هذه وصفة اليوم اللي كانت كما شفتوا حاجة حلوة سهلة وبنينة، ان شاء الله تجربوها ونشوف تطبيقاتكم ان شاء الله. نقولكم صحيت ويعطيكم الصحة، تنمير تبقى على خير. منكم من لكم مني سلام، تحية مع السلامة.